نسيم كبها من عين السهلة، تابع قرية عرارة لمثلث وادي عارة. بشتغل لما تشايف قهوة، خلصت 12 بدون بقروتش عليهم. أنا صار لي هون بشتغل 5 سنين، كنت أشتغل برا بالشوبرسال مسكورة واطي اللي هي 4000 شيكل. هن مشتغلين أكثر بالبلد قريب، أكل ديلك. بعد 10 سنين بتمنى نبقى قاعد اسمائي لحالي، يعني أفتح شيء اللي أبقى لحالي، أنزل وين بدي، أصحى وين بدي، اروح وين بدي، اعرف ليش انا بفوت باليوم، ليش بطلع باليوم، ما يجيش من هيل، يعني ابقى من هيل تحت سمي لحالي احسن ما اكون عامل. عملت رخصه لنهاج سبورتيفي ببكيعه، عملت رخصه اللي هي حكيت من الدوله مع رشوم وشار للسياره والي بالوقت الفاضي. اغلب الوقت الفاضي نروتسيم سيارات، هاي الشغله السنه المركت، والسنه اللي قبلها اخذها المرتبه الاولى باسرائيل شاب عربي من كفر قرع اسمه علي عثامني.